بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم في المحاضرة السابعة الأخيرة إن شاء الله بعنوان التخطيط للإعلام التنموي. اليوم حنتحدث عن أهمية التخطيط للإعلام التنموي وكيفية تنفيذ الإعلام لخطط وبرامج من أجل دعم عملية التنمية في الوطن العربي وأوطاننا. طبعا تحدثنا المحاضرة السابقة عن وسائل الإعلام التنموي، قلنا أنه هناك عدد من الوسائل قسمناها حسب أحد التقسيمات الشهيرة للدكتور محمد منير حجاب: وسائل الاتصال الجماهيري، وسائل الاتصال المحلي، وسائل الاتصال الجمعي، وأخيرا وسائل الاتصال الشخصي. وحكينا أنه من المهم أن نختار الوسائل المناسبة حسب إمكانياتها، حسب قدرات القائم بالاتصال، حسب عناصر كثيرة جدا وعوامل كثيرة جدا. المهم ألا نختار جميع الوسائل أو نختار أقل الوسائل، المهم أن نختار ما يناسب عملية الاتصال، ما يناسب الأهداف المرجوة حتى نستطيع الوصول إلى أقصى قدر من التأثير المطلوب. حدثنا أنه هناك عدد من معايير اختيار الوسائل الاتصالية، منها المناسبة للفكرة، المناسبة للأهداف المتوقعة، قدرة الوسيلة على إشباع احتياجات الجمهور، ومناسبة الوسيلة للقائم بالاتصال، وأخيرا الخصائص العامة للوسيلة. موضوع اليوم وهو موضوع مهم جدا هو كيف نخطط للإعلام التنموي، لأن الإعلام زي وزي أي عمل ناجح في هذه الحياة يحتاج إلى تخطيط مسبق، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تجهيز حتى نستطيع الوصول للأهداف المرجوة. طبعا باختصار شديد حنأخذ مفهوم أو تعريف التخطيط الإعلامي. التخطيط هو تحضير واستعداد وإعداد، بمعنى أن الخطة دائما تكون قبل البدء في التنفيذ. لا يجوز على الإطلاق في أي عمل ناجح حاليا أن نبدأ مباشرة في العمل دون أن نكون مستعدين له، ولذلك التخطيط هو عمل قبلي، بمعنى أنه يكون قبل عملية البدء في أي عمل. التخطيط هو تحضير، تجهيز، استعداد وإعداد. التخطيط العلمي هو التدابير والإجراءات، التدابير والإجراءات التي يتخذها فرد أو جماعة أو هيئة أو دولة من أجل تحقيق غايات وأهداف محددة في مدى زمني معين قريب أو بعيد. هو مجموعة من المراحل والخطوات التي تتخذ لمواجهة الظروف خلال فترة زمنية مستقبلية. لو حبينا نراجع هذا التعريف، ندقق فيه كويس، نلاقي أنه يتكون من مجموعة من العناصر. أول حاجة هو التدابير والإجراءات، بمعنى هو كل ما يمكن أن نتخذه، كل ما يمكن أن نجهزه لشغل معينة. الحاجة الثانية، القائم على التخطيط ليس شرطا أن يكون هو الدولة. القائم على التخطيط في الإعلام التنموي قد يكون فرد، قد يكون جماعة، قد يكون دولة، قد يكون جزء من هذا الكيان كله. التخطيط له أهداف، بمعنى أنه في النهاية لابد أن أنظر إلى ماذا يريد التخطيط أن يحقق. هناك مجموعة من الغايات والأهداف التي توضع، وهذه الأهداف والغايات يجب أن تقيد بمدى زمني، لا يجوز أن تكون مأخوذة أو متروكة هكذا. الأهداف لها مدد محددة في مدى زمني معين، قد يكون 5 سنوات، قد يكون 10 سنوات، قد يكون مدة زمنية معروفة، لكن المهم أن نحاول أن نصل إلى هذه الغايات والأهداف خلال هذه المدة الزمنية المعينة. في أن برضو تعريف ثاني أو مفهوم ثاني للتخطيط بقول هو نظرة مستقبلية بالتفكير، بمعنى أنه أنا قاعد بنظر للمستقبل. والتخطيط بالتأكيد ليس تنجيما وليس محاولة لمعرفة المستقبل، بل هو محاولة لوضع بعض الأسس التي يمكن أن يسير عليها العمل بالمستقبل. أخذ الظروف والاعتبارات والاهتمام بالتفاصيل ومعرفة المعلومات بشكل كامل يمكن أن يحاول أو يجعل الإنسان يحقق ما يريد في المستقبل. هذا ليس تنجيماً وليس رجماً بالغيب، بل هو محاولة للأخذ بالأسباب، محاولة لمعرفة المقدمات، محاولة لوضع كل السبل لتيسير العمل من أجل أن يسير العمل بالمستقبل كما خطط له. ولذلك هو نظرة مستقبلية. صحيح أننا لا نستطيع أن نعرف المستقبل، ولكن بالتفكير العلمي السليم، بأخذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة، يمكن أن نحقق ما نريد بالمستقبل حسب قدراتنا كبشر.
هو محاولة التنبؤ بما ستكون عليه الظروف المستقبلية. طبعا هذا الأمر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات، والأهم من ذلك هو دراسة الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد والجهود. يبقى الهدف الأساسي من التخطيط ليس فقط أن أعرف ما الذي أريده وما الذي أفعله لتحقيق هذا الهدف، الهدف الأساسي من التخطيط هو أن أستخدم ما هو موجود عندي من إمكانات وموارد وجهود من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل لها أو الاستفادة القصوى منها. بمعنى أنه ممكن جداً أن أبذل جهود كثيرة جداً، أخصص موارد كثيرة جداً، لكن ما أصلش لهدف اللي بدي إياه بشكل سليم أو جيد. ليش؟ لأنه أنا ما استخدمتهاش بشكل أكثر فاعلية وأكثر مثالية. كثير من الأشخاص والأفراد والجماعات يبذلون مجهودات كبيرة جداً ولكن لا يصلوا إلى الهدف المطلوب لأنه لم يستخدمها بشكل مثالي، لم يستخدمها بشكل جيد، لم يحاول أن يحقق الاستفادة القصوى منها حسب إمكانياتها وحسب قدراتها. الإنسان لازم، المجتمعات لازم تعرف قدراتها جيداً، تعرف إمكانياتها، تعرف مواردها وتسخرها بصورة مثلى حتى تحقق هذه الأهداف. بعد أن ندرس كيف نستخدم هذه الإمكانيات بشكل مثالي، نحدد الأهداف والسياسات التي يجب اتباعها خلال الفترة القادمة، ثم نحدد مجموعة من الأهداف التي يمكن من خلال استخدام الموارد المثالي أن نحققها. لذلك احنا نرجع تاني نؤكد أن التخطيط ويتعلق بشيء مستقبلي، لا نستطيع التنبؤ المستقبل ولكن نستطيع أن نخطط للمستقبل، نستطيع أن ندرس إمكانياتنا جيدا، ندرس قدراتنا جيدا، ندرس أهدافنا جيدا، ونسخر ونضع الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من خلال التخطيط المستقبلي. والتخطيط يضمن أن تكون هذه الأهداف منطقية والاستخدام مثالي والوصول للأهداف ميسر ومحقق. التخطيط يعتبر البداية المنطقية السليمة لأي عمل على مستوى عالي من الجودة والفعالية. بمعنى أنه لا يمكن أن ننشئ مشروعاً أو عملاً يتميز بالجودة والفعالية دون أن نخطط له بشكل منطقي سليم. قد ينجح أي عمل، قد ينجح أي عمل غير مخطط له، ولكن غالباً لن يكون بالطريقة المثالية الأفضل. قد ينجح ولكن ما هو ثمن النجاح؟ يعني النجاح ليس شغلة من نضعها بعين الاعتبار أنه مثلاً خلاص المهم أنجح. ما الثمن المحقق للنجاح؟ ما الزمن الذي تم استهلاكه من أجل النجاح؟ ما المقابل لهذا النجاح؟ وكيفية النجاح بشكل أفضل؟ بمعنى أنه النجاح ممكن يكون بثمن عالي جدا وفي ناس ممكن تنجح بثمن أقل بكثير. لماذا؟ ليس بالضرورة لأنها عندها إمكانيات أكبر ولكن لأنها خطط بشكل أفضل. التخطيط السليم يضمن الجودة ويضمن النجاح بشكل مثالي وبشكل بأقل الموارد والجهود وأقل الخبرات والكفاءة، لأنه يستطيع أن يوظف الإمكانيات توظيفاً سليماً ودقيقاً. طبعاً أن التخطيط هو عملية مستمرة دائمة، بمعنى لو انتهت مرحلة نبدأ في مرحلة جديدة. المراحل متوقفة على بعضها البعض، متكاملة مع بعضها البعض، وكل مرحلة يتوقف نجاحها على نجاح ما سبقت. يمكن تحديد أهمية التخطيط الإعلامي في الدول العربية بخمس نقاط. النقطة الأولى أن التخطيط يضمن تحديد احتياجات المجتمع بطريقة عملية وترتيب أولوياتها. كثير من العمليات التنمية تبدأ وتنتهي دون أن تكون متوافقة مع احتياجات المجتمع الفعلية. أنا أريد أن أخطط لعملية تنمية للإعلام التنموي بطريقة تحدد ماذا يريد المجتمع، ماذا يحتاج المجتمع، وأيضا ترتيب أولويات الاحتياجات. بمعنى أنه قد أكون عندي احتياجات كثيرة لكن لا أستطيع تلبيتها كلها، فيجب أن أرتب أولويات هذه الاحتياجات بشكل يضمن أن تكون الحاجة ذات الأولوية في البداية، ثم تليها الأقل أهمية، ثم الأقل أهمية، وحتى نصل إلى نهاية الاحتياجات. النقطة الثانية تحديد أهم مشكلات المجتمع واختيار أنسب الطرق لمعالجتها. طبعا الاحتياجات تختلف عن المشكلات.
الاحتياجات ليست بالضرورة أن تكون مشكلات، لكن هناك مشكلات تواجه المجتمع، كيف يمكن أن أتغلب عليها وكيف يمكن أن نعالجها؟ هذا من أولويات التخطيط الإعلامي. رقم 3، وضع استراتيجية العمل في المجتمع لمواجهة الاحتياجات والمطالب. رقم 4، تحقيق التوازن في التنمية بين القطاعات المختلفة. الإعلام التنموي والتخطيط للإعلام التنموي يضمن أن يكون هناك توازن بين قطاعات المجتمع المختلفة في عملية التنمية. والحاجة الأخيرة وهي مهمة جدا جدا، أن التخطيط الإعلامي يضمن ربط مجهودات التنمية في مجتمع في مختلف أنحاء المجتمع بعضها البعض. في نقطة مهمة جدا في التخطيط، يمكن في الملزمة موجودة أكبر بكثير، لكن أنا حاولت أختصرها قدر الإمكان، أن التخطيط الإعلامي يلزم معلومات، والمعلومات أهم مصدر لها هو البحوث. بمعنى أن من يريد أن يخطط يجب أن يكون عنده معلومات كافية حتى يستطيع أن يخطط بشكل سليم وصحيح ويكون معلوماته دقيقة. البحوث تضمن للمخطط أن يكون على اطلاع كافي، على معرفة جيدة، على اطلاع بكل ما يتعلق بالتنمية، بخطط التنمية، بالتخطيط الإعلامي لها، بوسائل الإعلام المتوفرة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل حتى يصل إلى المخرج النهائي. البحوث طبعا في عالمنا المعاصر في كل المجالات تحتل مكانة هامة جدا، لأن الآن تصرف الميزانيات بالمليارات على البحوث، لأنها تستطيع أن تمدنا بمعلومات دقيقة ومعلومات علمية، وليست مجرد استنتاجات أو مجرد أشياء منتشرة في المجتمع دون دليل علمي أو سند علمي. البحوث تمد المخططين بالمعلومات والإحصاءات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات، لأنه أصلاً غياب المعلومات الكافية يعيق كثيراً التخطيط للإعلام التنموي، وهذا الأمر يتطلب إجراء مزيد من البحوث والدراسات لهذا الأمر. طبعاً التخطيط في الإعلام التنموي يلزم البحوث حتى نلقي الضوء على الجماعات المستهدفة، من هم الجماهير المستهدفة بعملية التنمية، نتعرف على هؤلاء من حيث خصائصهم، عاداتهم، أنماطهم وإمكانياتهم الإعلامية. كل جماعة يجب أن توجه لها مواد تنموية خاص بها، بمعنى أنه المواد الإعلامية الموجهة للفلاح يجب أن تختلف عن العمال، يجب أن تختلف عن الفئات المثقفة، الموظفين، يجب أن تختلف عن المرأة، عن الطفل، وهكذا كل جهة وكل جماعة يجب أن توجه لها المواد الإعلامية الملائمة لطبيعتها وخصائصها. طبعا البحوث أيضا تحاول أن تحدد الفئات التي تتعرض لتأثير وسائل الاتصال، كيف تتعامل مع هذه الوسائل وتستقبلها، مواقفها منها واتجاهاتها إزاء قضية التنمية. مرحلة التخطيط الإعلامي للتنمية تهدف إلى جمع البيانات عن مجموعة من المتغيرات وتحليلها. من هذه البيانات الاستراتيجية التنموية للمجتمع، أهداف هذه الاستراتيجية، ركائز الأساسية للسياسة الإعلامية المتبعة، وتحديد أهداف الخطة الإعلامية بصورة عامة. في عندنا 5 مقومات لنجاح التخطيط الإعلامي للتنمية. المقوم الأول هو الشمول، بمعنى أن يشمل التخطيط الإعلامي لكافة المجالات التنموية وكافة فئات الجمهور وجميع عناصر العملية الاتصالية. التخطيط الإعلامي مهم أن يشمل كل مجالات التنمية، جميع فئات الجمهور وجميع عناصر العملية الاتصالية اللي درسناها، المرسل والمستقبل والرسالة والوسيلة. الرقم 2، التكامل، بأن تتكامل الخطة الإعلامية مع الخطط والبرامج الإعلامية السابقة ومع الخطط والبرامج الإعلامية التنموية الأخرى. رقم 3، المرونة، بمعنى أن تكون الخطة فيها قدر من المرونة الكافية للتعديل، لأن الخطة هي نظرة مستقبلية، عند التطبيق الفعلي على أرض الواقع قد نجد ظروف غير متوقعة، قد نجد أشياء لم يحسب لها حسبان رغم الدراسة المتعمقة ورغم البحوث الكثيرة ورغم الاستعداد المسبق الجيد، لكن فيش خطة تسير كما تم إعدادها بالكامل، مهما بلغت قدرة المخطط ومهما بلغت إمكانياته ومهما كانت كم المعلومات جيدا، لكن لابد أن تجد بعض العقبات أو الأشياء أو الظروف غير المتوقعة التي لم يحسب لحسابها. فالمرونة هي درجة معينة من التعديل يمكن وضعه في أثناء التنفيذ المباشر،
تحسبا لأوضاع غير متوقعة أو غير محسوبة، لكن هذا لا يعني أن لا يتم الاستعداد المسبق جيدا، وأن لا يتم وضع المعلومات الكافية بين أيدي المخطط. هذا يعني أن المخطط بعد أن يتوفر له كل المعلومات الكافية لابد أن تكون هناك معلومة ناقصة، لابد أن يكون هناك ظرف غير متوقع. المرونة تضمن أن يتعامل مع هذا الظرف، المرونة تكون في خطط بديلة، المرونة تكون في ميزانيات احتياطية، المرونة تكون في عناصر معدة مسبقا للتعامل مع كافة المتغيرات الطارئة أو غير المتوقعة. هذا هو مفهوم المرونة، لكن مفهوم المرونة لا يعني تغيير الخطة بالكامل. تغيير الخطة بالكامل معناه أنه كان بالأساس في خطأ في التخطيط أو في كم المعلومات اللازم أو في البحوث التي استندت عليها الخطة. أما التعديل البسيط الذي يتماشى مع أرض الواقع فهذا يعني أنه كان هناك استعداد جيد مسبق، لكن لا، الاستعداد الجيد المسبق لا يضمن أن لا يكون هناك ظروف غير متوقعة. رقم 4 وهي نقطة مهمة جدا، أن التخطيط يجب أن يكون مستمرا، بمعنى أنه لا يوجد تخطيط ينتهي، لا يوجد خطة أو إعلام تنموي ينتهي، ربما تنتهي المرحلة التي خطط لها وتبدأ مرحلة أخرى. وهذا يستلزم معرفة أن يعرف المخطط ما سبقه من خطط وما سيأتي بعده من خطط، حتى يجعل من هذه الخطة هي مكملة أو متوافقة مع ما سبقها وما سيليها. ولذلك التخطيط يجب أن يتميز بالاستمرارية، كل مرحلة تأخذ مما قبلها النجاح والخطة وتؤدي لما بعدها مرحلة الإعداد والتصميم، لا تنفصل عن التخطيط أو التنفيذ. هناك أيضا مرحلة بعد التنفيذ تسمى مرحلة التقويم. الخطة عبارة عن كل متكامل مرتبطة ببعضها البعض لضمان الوصول للأهداف المتوقعة. الحاجة الأخيرة هي يسر الأداء. يسر الأداء باختصار شديد معناه أنه يكون في عندي عوامل تسهل أداء الخطة وتنفيذها. يسر الأداء يعني أن يكون هناك سهولة في أداء الخطة وتقليل الجهود والإمكانيات المرصودة بأقل قدر ممكن، بمعنى الوصول إلى أقصى نجاح بأقل إمكانيات، أقصى وصول للأهداف المحددة دون أن نصرف الميزانيات الهائلة أو الموارد الضخمة أو الجهود الكبيرة. لا، يسر الأداء معناه أنه أنا في عندي وصول لأهداف أو نجاحات كبيرة جدا من خلال أقل قدر ممكن من الجهود ومن الميزانيات ومن الموارد، وهذا يؤدي إلى تحقيق نجاح بأقل ثمن وأقل جهد ممكن. الحاجة الأخيرة حنأخذ في هذه المحاضرة هي عوامل زيادة فعالية الإعلام التنموي. طبعا الإعلام التنموي هناك عوامل كثيرة تساعد في زيادة فعاليته حتى يحقق الهدف المطلوب. طبعا نحن نتحدث عن الوطن العربي وعن الإعلام التنموي العربي، وهناك شقين في مجال المضمون وفي مجال الوسائل الاتصالية. في مجال المضمون أول شيء إبراز الطابع العربي في مختلف المواد الإعلامية بما يدعم إيجابيات الشخصية العربية وتصدر سلبياتها، تجنب الدعوة للأفكار الزائفة أو القوة أو الفردية. نرى أنه المضمون في الإعلام التنموي يستلهم كثيرا من المضمون الغربي، وهذا الأمر يتعارض كثيرا مع شخصيتنا، يتعارض كثيرا مع قيمنا. وتحدثنا كثيرا عن أنه كثير من الدول لم ترفض القيم والعادات القديمة، حورت فيها أو غيرت فيها بما يتناسب مع الأهداف الحقيقية لعملية التنمية، ولكن لم ترفض ولم تنبذ قيمها وعاداتها وتقاليدها. الاستيراد من المواد الإعلامية الغربية يتعارض مع الشخصية ويتعارض مع المستقبل العربي، وهذا الأمر يؤدي إلى ثنائية قد تؤدي إلى عدم وصول الرسالة الاتصالية في المجال التنموي. رقم 2 وهي نقطة مهمة جدا، أن الإعلام ليس هدفه، الإعلام التنموي ليس هدفه فقط توصيل المعلومات، توصيل المعلومات والأخبار مهم جدا، ولكن لا يجب أن يقتصر فقط على هذا الهدف. إذا أوصلنا فقط معلومات عن عملية التنمية دون أن
نطور هذا الأمر إلى تحديد المشكلات والأولويات، إلى اقتراح الحلول، إلى تحديد البدائل المطروحة، إلى التفسير والشرح، إلى التعليم والتدريب. هذا الأمر ممكن أن يخل بهدف الإعلام التنموي، ولذلك يجب أن يكون هناك أهداف أعلى أو أكثر من مجرد توصيل المعلومة حول عملية التنمية. رقم ثلاثة، عدم التقليد الأعمى لكل ما هو وافد واستلهام القيم العربية الأصيلة. أربعة، تدعيم القيم الإيجابية مثل قيم العمل الخلاق، احترام الملكية العامة، العمل الجماعي، وقيم الأسرة والمجتمع. في النهاية، زيادة حصة المضمون التعليمي والإرشادي. في مجال الوسائل الاتصالية أخيراً، عندنا خمس نقاط يمكن من خلالها زيادة فعالية الإعلام التنموي العربي. الاهتمام بتنمية وسائل الإعلام المختلفة وقنوات الاتصال الشخصي. طبعاً احنا نعاني من ضعف وسائل الإعلام بشكل عام في الوطن العربي، نحاول أن ننمي إمكانياتها وقدراتها، نستفيد من إمكانياتها ضمن خطة نجاح وخطة مسبقة، وبالتنسيق بينها وبين المؤسسات المختلفة لضمان النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة. الاهتمام بالتكوين العملي في مجالات الاتصال التنموي ووضع الخطط المستمرة للتدريب. طبعاً التكوين العملي مقصود فيه هو القائم بالاتصال، بمعنى أن العاملين في المجال الإعلامي يجب أن يكونوا مؤهلين وعندهم قدرات اتصالية وإعلامية قوية. يجب أن نطور مهاراتهم بشكل مستمر حتى نضمن أنه يكونوا متواصلين ومتوافقين مع العلوم المختلفة حتى يستطيعوا أن يوصلوا الرسالة الإعلامية في المجال التنموي. رقم ثلاثة، التركيز على إجراء البحوث العلمية في مجالات الاتصال والإعلام للوقوف على رجع الصدى والتفاعل مع الجمهور، أسس التأثير الفعال وطبيعة مشكلات الجمهور وكيفية التغلب عليها. البحوث تضمن أن نعرف تغيرات في مزاج الرأي العام والمستقبل، والتغيرات في ميوله واتجاهاته ورغباته، ومدى تأثير الرسالة الاتصالية عليه حتى نستطيع أن نحقق أقصى قدر من التأثير المطلوب. أربعة، اهتمام وسائل الاتصال بكافة أنحاء المجتمع وكافة فئاته من خلال وضع خطط بهم وفق الخطة العامة. وأخيرا، الاهتمام بالاحتياجات التنموية الفعلية للجمهور واعتبارها المنطلق الأساسي لتخطيط البرامج الإعلامية.